هي المرة دي ما فيهاش جزائر ولا مغرب، بس رضا عبد العال بصراحة بالنسبة لي بقى حاجة من العادات كده، اللي هو لما نمت امبارح وما عملتش رد فعل على الفيديو اللي نزله كابتن رضا عبد العال، الواحد بيحس ان في حاجة كده عايز تهرش كده، في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة. سبحان الله، أول ما صحيت قلت عم رضا، عم نسيت أشوف عم رضا، بس بصراحة أخرت، بس يعني مش مهم، المهم نتفرج على عم رضا. مبروك على الفوز، بس في تحفظات يا باشا، احنا قاعدين نسال على التحفظات بتاعتك. كمل عمرك جدا، ولكن مليون مبروك للجماهير المصريه وتحديدا لجماهير الجزيريه في قطر. ورا مصر والاردن 3-1، ورا الشوط الاولاني تسيد لغايه الدقيقه 42 بالظبط. الله عليك، شفت سيادة لحد دقيقة 42 دي، بعد 42 مصر دخلت في الجيم. لا عم ده برضه خلي بالك دقيق. الفريق الشناوي والقائم أنقذونا من فضيحة محققة. الشناوي 3 انفرادات. انفرادات يا عم ده، تصوبات بقى عم ده، صباح الفل عم ده، يعني يوم اتفق معاك اتفق معاك وانت تلوش. تصوبات. 3 تصديات. تصويبات. يا عم هي تصويبة واحدة بس كانت من عيار التقييم. كنا هنفرق القائم في واحدة، يعني من يناير للآية زي ما بيقولوا كانت معاه. بعد كده بنى منتخب مصر في الدقيقة 42 يخش ويحس بخطورة الموقف إلى أن جاء هدف التعادل. ده الشوط الأولاني. يعني شوف 45 دي عمال ده خلصوا لنا في شوية ثواني. عاش عم رضا، عاش كبير. كم نقول مثلا بنسبة 75% الفريق الأردني، يكون 25% الأخيرة اللي هي آخر خمس. عم رضا طب التشكيل، أنت راضي على التشكيل اللي كروش عمله؟ ولو راضي يعني تدي الراجل شوت أوت وتحية، ولا مش راضي، ولا عمال تشلف أنت بس في راجل وخلاص؟ الحمد لله على السلامة يا عم مراد، الحمد لله على السلامة. أنا قلت هي الكروش عمل حاجة حلوة، الحمد لله على السلامة. بعدين خلي بالك الناس السالكة بس هي اللي بتعك وربك بيفك، في مدربين زيك كده بتعك وربك ما بيفكش وبيلبسوا عشان خاطر نوايا مسودة، فالعك ده برضو لازم تكون نيتك سالكة كده عشان ربنا يحلها وتمشي من عنده، إنما أنت بقى يا عم مراد كنت بتعك وما كانتش بتمشي عشان في سواد جوه بعيد عنك. برضه قلت كده بصراحة للأمانة، أنا متفق معاك. مش لدرجة عمر مرموش يعني، وبعدين إيه دخل عمر في البطولة العربية أو كأس العربي يا عم رضا؟ عمر مش موجود، قول إن أنت بتعك وبتلعب زيزو وبتلعب مصطفى فتحي في مكان مش بتاعهم، ولا خاطر خايف من جمهور الزمالك يا عم رضا فبتخبط في عمر مرموش اللي ملوش دعوة بأهلي والزمالك؟ حاجات بكرهها فيك كده يا عم رضا. اتفق معاك في دي بصراحه يا مرتضى. النهارده لما نزل الكوره يجيب لك الجون التاني ويعمل لك اسيست في الجون التالت زي ما انت بتقول. الله. منتخبنا يا شباب احنا لسه ما عندناش فرقه. ما انا عمال اقول لك كده يا عم رضا من فتره طويله، وبقول لك ان احنا رايحين ناخد سوكا مش رايحين ناخد بطوله، انت مع ذلك اللي لسه عايش في جو ان احنا رايحين ناخد بطوله. يا عم رضا احنا لسه نص لبه كده يعني، لسه ما استويناش. الأردن وكابتن عدنان حمد عملوا مباراة جميلة جدا على فكرة. النهارده الشوط الأولاني عمل كل حاجة في الكورة، ولكن الخبرة والتوفيق وعدم التوفيق هو النوايا السالكة يا عم رضا. هنرجع ونقول تاني إن لعيبة مصر بصراحة مالهاش شخصية في الملعب. الله، الوحيد في مصر رغم انه هبيت، بس هو بصراحه في حاجات كده بينطق الحق فيها. مفهوم موضوع الشخصيه ده مفيش حد كده هيذكره الا قلائل ومن رحم ربي، لان في ناس كتير قوي هتخاف ان هي تخش في المشاكل الوجوديه بتاعت حته حمدي فتحي والسوليه في نص الملعب ما كانوش مسيطرين على اللعب، وحمدي فتحي والسوليه كان عندهم مشاكل. في ناس بتخاف من ان هي تتكلم في الموضوع ده عشان خاطر حمدي فتحي والسوليه لا يمسوا. احنا مفيش الا بعض اللعيبه هي اللي ممكن
ثنائيه. مستر ميس باص امبارح يا كابتن رضا هو اللي بيحسسك بالفرق. كمل يا عم رضا كمل، عشان انت كده قلت كلمه وحبيت تلمها تاني. ايوه بقى بص، انت قلت كلمه شخصيه، وبعد كده يعني الشخصيه اللي انا اعرفه ان الشخصيه بتاعت لعيبه نص الملعب هي اللي بتحدد رتم المباراه وسير المباراه يبقى عامل ازاي. انما انت بسم الله ما شاء الله قلت الشخصيه ورجعت لميتها تاني. لما حسيت انك خبطت في السوليه وفي حمدي فتحي قلت بس السوليه ومحمد شريف لما دخل، واكيد هيذكر حمدي فتحي برضه. انا اهلاوي على فكره بس ما بحبش تطبيل الزياده، وانا لما تدي لاعب اكبر من حجمه بكتير. ايه يا معلم ماتش الجزائر؟ انت كنت معانا ماتش الجزائر ولا لا يا كابتن رضا؟ صباح الفل، ماتش الجزائر ما كانش قوي؟ ولسه ان شاء الله بقى هنتفرج على مباراة تونس ان شاء الله. هيعجبك اول منزل للباين، خلي بالك هيعجبك اول والله منزل للباين. مروان حمدي يا كابتن، مروان يا كابتن رضا. اشمعنى علشان ما انت بتشلفهم هنا يا عم رضا؟ زي ما اتقال على الشاشه هقول على الشاشه. لا انت شلفت الرجاله هنا ما شلفتهمش على الشاشه، واتهمت هنا كروش بان هو حنبله، ورحت على الشاشه رددت نفس الكلام اللي انت بديته هنا. طب ما هو ده الكلام اللي انا بقوله لك يا عم رضا، ازاي احنا نص لبه وازاي منتخب ما عندوش شخصيه وبتقول ان الطبيعي والمنطقي ان احنا ناخد البطوله؟ ما مش طالبه جنان ايه يا عم رضا والله، الواحد على اخره وتعبان وجايب جاز، مش ناقص كلام وعكسه بقى يعني؟ ازاي منتخب على قده وازاي منتخب مطلوب منه ناخد البطوله؟ ومفترض بعد احسن منتخب رايح البطوله دي ان انا اقفل الفيديو ده، مفترض يعني. بس احنا كده كده عارفين عم رضا، اديني في الهوا عم رضا حاجات كتير، وانا بسم الله ما شاء الله بعدي لك كتير برضه. ايه بدا عم رضا كمل. هو فعلا عم رضا مفترض ان المغرب رايحه بالرديف والجزائر رايحه بالرديف اللي نص، وتونس رايحه بالفرقه كلها برضه مش احنا بس يعني الامانه. فاحنا اقل من تونس حتى واحنا رايحين بالفرقه كامله ما عدا صلاح والنني، واقل من الجزائر اللي رايحه بنص الفريق، واقل من المغرب اللي كانت رايحه بالرديف. فاطلع قول الحق وخليها على الله، تجيب مشاهدات ما تجيبش على الله حكايتك. واول ما تنزل اقفل التعليقات اعمل زي كده. وهنا نرجع لتصريحات كارلوس كيروش اللي انت كنت بتنتقدها، ان هو كان بيقول ان هو مش مرشح للبطوله. كلكم جيتوا امبارح على احمد ياسين، كل الاعلاميين في مصر جم على احمد ياسين، ومحدش ركز مع الونش، مع ان الناس كلها قالت لك الونش شال الفرقه، مع ان الونش اساسا كان سيء اغلب المباراه الا كره واحده بس اللي هي الراجل جه صوب الونش حط رجله قدامه، بس دي اللي الونش عملها طول الماتش، انما احمد ياسين لوحده ما كانش سيء، احمد ياسين كان سيء بجانب خط الدفاع كله، وعمر كمال عبد الواحد اللي ما بيعرفش يلعب باك يمين، احمد ابو الفتوح ما بيعرفش يدافع كباك شمال، المساك اللي جنب الونش كان تايه وكان عايز حجازي يرجع يسندني. فاحمد ياسين هيتفرم لوحده لو قعدت تقول ان احمد ياسين ما اعرفهمش. عمر كمال عبد الواحد، عمر كمال عبد الواحد تبع الزمالك بيلعب في الزمالك؟ بس معار لا يبقى لعيب كويس. طب كده راجل فير وان هو خد احسن لعيب في الدوري. برضه عم رضا يعني حتى لما ضم الناس الكويسه قلت مش انجاز ودول متشافين، بس عم رضا بس جلد ذات، الفرجه على رضا عبد العال جلد ذات، حتى لو بيهبد جلد ذات، بس بصراحه لازم تضحك ان الدنيا لسه بخير ولسه في ضحك كتير موجود في مجال الكوره والاعلام الرياضي والكوره في مصر تحديدا مليانه ضحك، بس دور انت على الحاجه اللي بتضحك اكتر.
انا بالنسبه لي عمرو ده اكتر حاجه بتضحكني في الكره المصريه. انت بقى مين اللي بيضحك في الكره المصريه؟ اتمنى ان انا اكون واحد منهم. ولا صعب الواحد يتفرج على الهستيري، صعب ان انا عامل الهستيري معامله ان هو ناقد رياضي. الهستيري هيفضل مجرد بالنسبه لي واحد كان بيعمل رياكت على تيك توك، وهو ما مشي يعمل رياكت على الرياضه بدا يمشي، وبرغم انه زملكاوي بيجي على الزمالك عشان خاطر يرضي الفانز اللي عنده، فالهستيري عمره في حياته ما هيكون ماتيريال بالنسبه لي ضحك، ولا ماتيريال بالنسبه لي ناقد رياضي احترمه. حد تاني صعب ان انا اتفرج عليه. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش براحتك واعمل في الكومنتات اللي انت عايزه، ولو شتمت كتير هقفل الكومنتات، هعمل زي عمرو ده بالظبط.